الجيش الإسرائيلي يعلن إبقاء قواته في حالة تأهب على الحدود مع لبنان. الجماعة العربية تعلن رفضها كافة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي. رئيس الوزراء البريطاني يهدد بإقصاء نواب من حزبه حال معارضتهم الخروج من الاتحاد من دون اتفاق. مساء يأتيكم من إكسترا نيوز، أهلا بحضراتكم. أعلن الجيش الإسرائيلي الإبقاء على الجاهزية لسيناريوهات متنوعة مع حزب الله. قال جيش الاحتلال في بيانه أنه لن يقبل بمشروع الصواريخ الدقيقة التابع لحزب الله على الأراضي اللبنانية. يأتي هذا في وقت خيم فيه هدوء حذر الحدود بعد القصف المتبادل الذي جرى بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد جايد صالح ضرورة الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل 15 من هذا الشهر. قال الفريق جايد صالح إن الجيش الجزائري يقف إلى جانب العدالة ومكافحة الفساد. انطلقت في تونس الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء مرحلتها الأولى منتصف هذا الشهر. من المقرر بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استمرار الحملات الانتخابية ل26 مرشحا ممن تقرر خوضهم الانتخابات الرئاسية في الداخل التونسي حتى 13 من هذا الشهر. كما قالت الهيئة إن هناك ضرورة لالتزام الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية بالتعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط موقف الجامعة الثابت والرافض لكافة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي. وخلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة جدد أبو الغيط التزام الجامعة بالاستمرار في الاطلاع بجهودها الرامية إلى تشجيع الأطراف الليبية على إيقاف العمليات العسكرية، فيما شدد سلامة على ضرورة إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا لتعود إلى مكانها الطبيعي بين الدول العربية. هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإقصاء النواب من حزبه المحافظين الذين يحاولون منع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، فيما أكدت الحكومة أن لندن ستغادر الاتحاد في الموعد المحدد بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل أيا كانت الظروف. انتهى الموجز دوما، تابعوا المزيد عبر الموقع الإلكتروني extranews.tv. في أمان الله.